بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. معاكم مستر محمود عبد الله، وان شاء الله دلوقتي هناخد لانجوج فوكس الخاص بليسن 3 يونت 5 كونكت 5. طيب هو هنا بيتكلم عن ايه البريزنت سيمبل؟ هو جايب لك اليوسج بتاعه اللي هو الاستخدام بتاع الزمن. ما هو دلوقتي انا عايز اتكلم عن عاده، اتكلم عن حقيقه، اتكلم عن روتين، هستخدم زمن ايه؟ انت حافظ ان العاده والروتين والمواقف المتكرره بتستخدم فيها زمن البريزنت سيمبل، يبقى استخدم فيها الزمن ده البريزنت سيمبل. تسأل نفسك بعد كده الفورم بتاع الفيرب شكل الفعل في البريزنت سيمبل ايه؟ انت حافظ بقى ان مع اي وي يو زي بنجيب الانفينيتيف، الانفينيتيف مصدر الفعل اللي هو الفيرست فورم اوف ذا فيرب الانفينيتيف، طبعا بلورال الاسم الجمع، يبقى نجيب مع اي وي وزي انفينيتيف. انفينيتيف اللي هو ايه؟ التصريف الاول للفعل المصدر. طب مع هي وشي وات والمفرد بنجيب ايه؟ اس اي اس اي اي اس مع الفعل، على حسب بقى اس معظم الافعال اي اس لو الفعل بينتهي ب اس 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 اتش سي اتش او اكس، واي اي اس لو الفعل اخره واي قبلها كونسونت حرف ساكن. طيب قالك هنا we use the present simple to talk about habits، حافظينها عادات، بنستخدم الزمن ده عشان نتكلم عن عادات، routines حاجة روتين بنكررها على طول، and things we do every day أشياء بنعملها كل يوم. تمام، يبقى لازم تعرف الاستخدام بتاع الزمن ده مهم، تعرف لي الفورم، والفورم أساسه إيه؟ الفورم بتاع الفيرب، تمام، أساسه السبجكت بتاعك، والسبجكت اللي هو اي وي وزي وشي وات. قال لك اهو اي درايف تو ورك ات 10 اي ام، انا بسوق السياره للعمل الساعه 10 الصبح، ده روتين بتاعي. جبنا مع اي فيرب انفينيتيف اهو فعل في المصدر، هي كاتس ذا فيجيتابلز وذ ا شارب نايف، ده شغلانته، واللي هو لما يجي يقطع الخضار بيقطعه بايه؟ بشارب نايف، يبقى ده ايه؟ الطبيعي بتاعه الدائم بتاعه. فتقول لي معاه ايه اهو كاتس ديفينال فيرب اس. طيب عندك الجزء اللي هناك ده ماست ومصنت، الزام اعمل لازم تعمل ده او ما تعملوش. طيب ماست ومصنت، ماست لازم تعمل، مصنت بلاش ما تتعملش نهائي، استحاله ما تقربش منها. أو I must buy some bananas، و must و mustn't بيجي بعدها infinitive مصدر الفعل، يعني ايه المصدر بدون أي إضافة. I must buy some bananas، لازم أشتري بعض الموز. We mustn't eat in the classroom، ما ينفعش إن إحنا نعمل ده في الكلاس روم، تمام، لا يجب علينا أن نأكل في الفصل. يبقى must و mustn't إلزام، إلزام بالإيجاب must، بالنفي mustn't، يجب وينبغي أن، ويجب وينبغي ألا، لازم، وبتبقى ساعات بتدي بقى نصيحه قويه جدا، تمام، يقول لك لما اقول لك يو ماست سي ا دكتور يبقى مفيش مفر، لازم تشوف دكتور. شوف هنا وليد ده تكست على السريع كده، لوكس افتر بيعتني بيه وبياخد باله من الايه؟ الهابوز اللي هم فرس النهر. هي ماست ميك شور، لازم اهو ماست اهي، لازم ايه؟ ميك شور يتاكد، ياخد بالهم ان هم ايه؟ they are happy، ان هم سعداء، and healthy، واصحاء. he must prepare their food، وهو لازم كتاسك برضو بيعملها معاهم مهمه، لازم يجهز لهم الاكل بتاعهم. he must give them fresh water، ويدي لهم ميه عذبه اللي بتتشرب to drink، يشربوها. he must give them a bath، give a bath يحميهم، لازم يحميهم. he must even clean their teeth، clean teeth اللي هو ايه؟ يغسل لهم اسنانهم، ينظف اسنانهم. طيب الاكسترا فوكابلري هنا كلمات اضافيه زي boss اللي هو الرئيس، customer عميل وزبون، hippos افراس النهر اللي هي دي، sharp حاد، melon اللي هو الشمام، فرق ما بينه وما بين الليمون ده ميلون، ومع في كلمه اسمها ووتر ميلون اللي هو البطيخ،
give them a bath اللي هو ايه يحميهم. midday mid اللي هو منتصف midday اللي هو منتصف النهار. look after يعتني بيه. طب my sister ate dinner every day يبقى الفيرب هنا مع my sister هتبقى ايه مفرد اهو singular يبقى my sister ايه في present simple. looks واصلا cooks واصلا هو مديلك هنا ايه every day تكرار و every day ممكن تدل على present simple يبقى cooks. I do my English homework الزام لازم اعمل ده يبقى I must. we mustn't eat on the grass المفروض ان احنا ما نعملش ايه على grass. ها mustn't infinitive هتبقى ايه walk. ده نهاية التكست الخاص